قدر وفي عندك المطاع الأمر جليل البركان فقيمه من أزيد العلم وشيخه كثير الغفران جميل الثناء تزيد العطاء مجيب الدعاء حميد الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أمين العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر الممنوع بشرف صدر ورفيع الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس واحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن سنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل غوى وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي والكذب يهدي وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لم تموت حتى تستكمل رسمها فاتقوا الله وأجمعوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين فادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص بما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياة عثمان وأقواهم عليه وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة طاهرة وباطنة خلاقة
لهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فبغض يده أبغضهم وخير أمتي قلبي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ذكر الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى.